النيابه اللي عندكم هون النواب الموجودين يقول لك سابقا انا 10 بقرات بالنسبه لمنطقه بعلبك الهرمل خير من 10 نواب، وهلا برجع بكررها 10 بقرات خير من 10 نواب، اقل شيء بيجيبوا لكم شويه حليب بطعموا لاولادكم لاطفالكم. اذا كل نهار نحن 10 بقرات بنشيل بقره من هالبقرات بالطعمه لعيله، يعني كل نهار من طعمه 10 عيال، يعني بالشهر قديش من طعمه 300 عيلة، عم يطعموا 300 عيلة هون مهجورين، تعود منه 10 نواب 10 مهابيل عيلة، ولك البقرات حتما خير منهم، قرود هون مش بقرات، لأن القرد ما بيحلو، البقرة خير منهم، نعم، هودي قرود، ومش بس قرود، قرود وملعبتين، بتعرفوا لأخبركم آخر حكاياتهم اليوم شو عم يصير؟ كل نايب منهم اليوم ما في مصاري بلبنان حتى يسروا هون النواب، شو عم يعملوا هلا حزركم؟ عم يتاجروا فيكم هن بيتكلموا باسمكم، اليوم حق الصوت النيابي اللي بينتخب رئيس جمهورية أزعر حقه 5 مليون دولار اليوم، يعني كل نائب اليوم عم يقبض 5 مليون دولار وممكن بعد يتصاعد هذا السعر من هلا 2 ل 10 ل 15 اليوم. فهمانين انتو شو؟ منين عم يصيروا هون النواب؟ منين عم يصيروا هون الوزراء؟ عم يتاجروا فيكم، الوزراء عم يتاجروا فيكم بالنسبة لأكلكم وشربكم، والأموال اللي عم يصيروها عم يشحدوها من الدول الأخرى عشان يطعموكم، بياخذوا 3/4 بيعطوكم الربع، وانتو صرتوا شحادين عندهم، والنواب عم يبيعوا يشتروا فيكم، وقرارات من هالمجلس من هون ومن هونيك، وهلا عبك رئيس جمهورية حيطلع من وين شغل وين؟ شغل كل نائب 5 مليون دولار بيقبض بيحطها بجيبته وبينتخب، يعني لو حتى كان ضمن حزبه، هذا دفعة من برا هاي، يا اما جاي هالدفعة من السعودية، يا اما جاي هالدفعة من إيران، يا اما جاي هالدفعة من أمريكا، يا اما جاي هالدفعة من روسيا، مختصر مفيد، الكل مشتركين ببيعكم وشرائكم، لأنه أنتم يا اللبنانية بعتوا وطنكم، لما سلمتوا النواب هودي الزعران بلادكم، فإذا استلم الزعران ترأس الزعران ضاعت الأوطان، حكينا هذا الكلام عشرات المرات، فالزعران اليوم نعم رؤساء ثلاثة والنواب والوزراء زعران، نعم زعران على رأس السطح وسرائي وحرامية ومجرمين، فيه يا شعب لبناني العظيم فيه من غفرتكم غير إيدكم وقوتكم أنتو تتحدوا وتقوموا قومة رجل واحد ما حتوصلوا لنتيجة، قلت لكم سابقا وبعيد ما فيكم تكونوا رجال تكونوا نسوان، احيي النسوان عم تفوت على البنوك، ما عملكم فوتوا على البنوك، ارفعوا الشحاحيط والصنامي وروحوا على بيوت النواب والوزراء وعلى رؤساء مجلس الوزراء وعلى رؤساء مجلس النواب واللي تضحوا واللي تضحوا ب 10 15 واحد، انا مستعد هلا اقدم اللبنانية كافة، يتجمع 10,000 واحد من اصل 3 مليون، انا اكون على راسهم ودمي فدا لبنان، وامام الله اشهد انه دمي انا ودم اولادي فداء لبنان، خليكم تفضلوا ضحوا اين انتم من تضحياتكم لوطنكم، لما عبكره بصيروا مشردين هون وهونيك ساعتها بصيروا تصرخوا، بصيركم مثل السوريين مع احترامي للسوريين، بصيركم مثل الفلسطينيين، مثل مين بدكم يصيركم؟ لك استيقظوا وقوموا، قوموا قومة رجل واحد، وغير هيك ما في نتيجة، نحن إذا ما حطينا الرأس ثلاثة والوزراء والنواب بالسجون، وحكيت سابقا أنا مع قائد الجيش اللي طمعوه برأس الجمهورية لذلك لبد وسكت، ما في غير نحطهم بالسجون ونسترد الأموال المنهوبة، مئات المليارات منهوبة، ما في مجال نحن نسكت ولو بقي واحد منا، وفي نقطة دم شريفة بدها تطالب هاي نقطة الدم تنزل على أرز لبنان فوق، على أرض أرز لبنان وتنبت شجرة أرز، يطلع منا عشرات الآلاف من الشهداء يضحون بأنفسهم حتى يستردون الأموال المنهوبة، عم تسمع يا رئيس الجمهورية؟ أنتو يلي سرقتوا من لبنان 4-5 سرقتوا ورا بعضكم، عم تسمعوا يا رؤساء مجلس الوزراء؟ عم تسمع أنت لا واحد رئيس مجلس النواب بعد ما غير، ما شاء الله عليه، هو جامع الكل، عم تسمعوا؟ والله الذي لا إله إلا هو لنسترد الأموال المنهوبة منكم أو من أولادكم وعلى رأس السطح، والحق غالب على الباطل، إن العاقبة للمتقين، إذا كنت مسلم يا نبي برني، وإذا كنت مسلم أنت رئيس الجمهورية مسلم مسيحي، وإذا كنت مسلم يا مقاتل فهام، العاقبة للمتقين، ولكن بما أننا نحن ساكتين هلا
وما احنا قد بغي علينا وساكتين، لذلك الله تركنا. والذي ينتصر اذا بغي عليه ينتصر، هذا الله بيقف معه. بما ان نحن بغي علينا ولم ننتصر، فلذلك الله منو معنا لحد اليوم. اما اذا انتم اليوم انتصرتوا لحق فالله سينتصر لكم. والذين اذا بغي عليهم هم ينتصرون. فإذا ما انتصرتوا أنتم لأنفسكم، انتصروا لأولادكم، ولك انتصروا لوطنكم. العمى بعيد عن سبعين، ولك العمى والطرش والخرس يسيبكم إن شاء الله أكثر من هيك. شو بعد بدكم؟ لك استحينا صرنا نحكي هالحكي على المنبر، شو بعد بيقومكم؟ شو بعد بيخليكم تقوموا ضد هدول الرؤساء اللي أكلوكم وظلموكم وشحدوكم وموتوكم وسرقوكم ونهبوكم، ولك ما باعوا بلدكم وبعدهم عم يبيعوا فيكم، شو بعد ناطرين؟ لك لقد جاهرتنا العباد وازدجرنا بما فيه مزدجر. وما ينبئ عن أهل السماء بعد الأنبياء إلا البشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.